معانا عبر سكايب واحد من الاسماء الكبيره جدا في تدريب حراسه المرمى في مصر، واحد من الاسماء اللي اشتغلت مع منتخب مصر مع جهاز بوب برادلي في وقت سابق، الكابتن الكبير كابتن زكي عبد الفتاح مدرب حراس منتخبنا الاسبق. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور كالعاده. مساك كريم، وحشني والله. ده شرف ليا طبعا ان اكون معاك على طول. ده شرف كبير ليا يا فندم. اخبار حضرتك ايه؟ لا تمام الحمد لله، طيب نحمد ربنا. انا الاول هسالك قبل ما نخش على منتخب مصر وتفاصيل كثيره جدا عن المواجهه الكبيره اللي هتجمع النادي الاهلي بالهلال السعودي يوم السبت في كاس العالم للانديه. هتبقى ماتش جامد، ماتش صعب. فرقه الهلال النهارده اتفرجت عليها فعلا، انا يعني فعلا ككره عربيه انا فخور بيهم. بيلعبوا تشيلسي كاني بتفرج على ماتش في الدوري الانجليزي، ماتش مفتوح، ما لعبوش ديفنس ولا الكلام ده ولا هجمات مرتده، ماتش مفتوح ند بالند. انا شايف ان هو اداء بيشرف الكره العربيه كلها، يعني مش السعوديه بس. فطبعا هيكون ماتش قوي جدا وماتش كويس، وان شاء الله نتفرج على يعني على بطوله عربيه ما بين السعوديه ومصر، وان شاء الله الكويس اللي يكسب، وبروح رياضيه وفرقتين كويسين ويعتبروا احسن فرقه في اسيا واحسن فرقه في افريقيا. فانا اعتقد انه هيبقى ماتش كويس جدا وفي نديه. الله اعلم مين اللي هيكسب، ما الفرقتين لهم حظوظهم، ما تقدرش تقول مين اللي يكسب، بس هيكون ماتش صعب على النادي الاهلي. رايك ايه في المستوى اللي بيقدمه علي لطفي مع النادي الاهلي في هذه البطوله؟ هي قله ثقه يعني. انا يعني كان نفسي علي بعد ماتش الزمالك اللي قبل كده، لو احنا نرجع ورا ما صد بلانت والاهلي كسب، كان ياخد مع عطشات وكده، انما بيقعد 3 4 شهور ما بيلعبش وبعدين تحطه. فطبعا هي عمليه الثقه، هي عمليه الحارس كلها حارس يعني، عمليه الثقه بياخد الكونفرنس بتاعه والثقه بتاعته، فهي دي اللي بتديله الدافع. انما عمليه طبعا عدم الثقه، يا ترى بقى كويس يبقى وحش، بيهتم بحاجات بره الملعب يقعد يفكر فيها. فطبعا لو انا وحش الناس هتقول عليا ايه، طب لو انا كويس، بتخرج بره تركيزه. فانا عذره برضو، انا مفيش عذره. الجونين اللي دخلوا يعني ماتش مونتري عمل ماتش كويس، شال كرة كويسه اللي بالهيد وقلت الحمد لله كويس يبني عليها. الجونين اللي دخلوا يعني ما اعتبرش خطا مباشر منه، بس كان ممكن يعمل عليهم احسن من كده. لو احنا شفنا الجون الاولاني ما حدش يتكلم عليه، شفت انا جميع التحليلات والكلام ده، يعني انت عارف ان انا متابع كويس. لو تشوفوا هو لما وقف وزق زق برجله العكسيه، المفروض الكره على اليمين، هو زق برجله الشمال فطلع زي ما تقول قوس كده، فما نزلش بسرعه. الجون الثاني كان جاس نزل على الارض بسرعه، فممكن يعمل صعبه، وبتشوفها في حراس عالميين بيعملوا كده، بس هي خطا غير مباشر. بس كان ممكن يبقى احسن من كده، يعمل يتعامل معاهم احسن من كده، ممكن يدي لنفسه فرصه انه يصدها. ممكن، بس مش يعني ما عملش الاخطاء اللي هي اللي الناس شايفه. انا صعبان عليا بصراحه، انا صعبان عليا صعبان عليا. فربنا ربنا يستر ويعمل ماتش كويس بكره وناخد البرونزيه وتدي له ثقه في نفسه. توقعات المستوى الرائع جدا لمحمد ابو جبل في كاس الامم الافريقيه؟ ده محمد ابو جبل، انا حتى ما كنت معاك قبل كده وسالتني، انا قلت لك ان هو عنده شخصيه وعنده ثقه. فطبعا زي ما قلت لحضرتك الكونفرنس اول ماتش لما نزل والكره اللي صدها، لو انت فاكر ماتش كور ديفوار، الكره اللي صدها من المقص اداته ثقه في نفسه، بدا ياخد جو الماتشات والكلام ده. وطبعا انا فخور بيه جدا وادى كويس، وهو عنده ثقه وعنده الشخصيه القويه، ما بيتهزش. فده طبعا شيء طبعا ايجابي. وزي ما بقول لك، زي هو وشناوي تو بدا عنده 33 سنه، شناوي 33 34، يعني لو هم في سن 23 والكلام ده كان عندهم يبقى فرصه احتراف اكبر كبيره في انديه كويسه. بس للاسف عندنا الحراس في المرمى بيقعدوا يلعبوا 7 8 سنين لحد ما يعدوا 29 30 سنه، يبداوا يتالقوا، بياخدوا من خبرات الماتشات اللي لعبوها، فبيبداوا يبقوا كويسين. ده بدليل الحضري مثلا، احنا 2006 و8 و10 كان فوق 30 سنه. صح. قبل كده كان بيعمل اخطاء وما كانش في حاجه. فانا بقول لك بالنسبه لو جبل، عشان ما نخش في موضوع تاني، انا فخور بيه جدا وربنا يكرمه. على الاقل دلوقتي عندنا حارسين ممكن نعتمد عليهم في اي ظروف. انك من هنا المارس ما تعرفش الظروف، لا قدر الله اي حاجه تحصل، على الاقل بدل ما يكون عندنا واحد دلوقتي عندنا اثنين نعتمد عليهم في اي وقت. وبرده بصراحه كويس جدا يعني. بصراحه عشان يعني ايه، ما بحبش اجهله، واحنا بدون قصد كلنا اجهلنا ما فعله في هذه البطوله. محمد الشناوي تألق في الدور الاول بشكل رائع جدا، وكان افضل حارس في البطوله في الدور الاول، فايضا محمد الشناوي يستحق الاشاده يا فندم.
طبعا اقول لحضرتك كريم، لو اتفضل. الشناوي ما كانش موفق في الماتشات دي ما كناش وصلنا لادوار النهائي. الشناوي لو انت ماتش نيجيريا مثلا احنا خسرنا واحد بس، كان في كنا ممكن نخسر 3 4، الشناوي مسك 3 4 انقاذات. ماتش السودان برضو شال كرة كويسه جدا، كانت تبقى 1 1. ماتش غينيا شال كرة كويسه جدا، يعني ممكن لو مش الشناوي موجود ما كناش وصلنا للمجموعات، ولو ابو جبل ما كانش موجود وتألق ما كناش وصلنا صح للمباراه النهائيه. صح فاجمالي الاثنين 10 على 10 الاثنين. انا يعني الاثنين ما انا اقول لك من هنا ان شاء الله المارس لحد 24 مارس احنا ما عندناش مشكله، لا قدر الله اي حاجه تحصل عندنا اثنين موجودين. لو قدر واحد منهم اتصاب ما تعرفش الظروف ايه، يبقى في ثاني. احنا لو في واحد بس كنا نحط ايدينا على قلبنا، بس الحمد لله دلوقتي حاجه كويسه ان عندنا اثنين بينافسوا بعض، ودي اول مره تحصل في من مسافه طويله. من ايام الحضري ما كانش في حد بينافس الحضري. النهارده عندنا اثنين، تحط اي واحد فيهم انت دلوقتي محتار هتحط مين فيهم، فده طبعا شيء كويس طبعا للمنتخب. نقدر نقول ان عصام الحضري تألق في اول مهمة ليه، يعني اول مهمة كبيرة ليه مع المنتخب كمدرب لحراس المرمى. طبعا الكريدت بيروح لكله، حته بس هي حته الازازه دي والكلام ده كده. يعني انا كنت ممكن تتعامل بطريقه ايه اكثر احترافيه، يعني الازازه والكلام ده، الكلام ده بقى له 10 15 سنه. يعني انت عارف زي لما يكون داخل امتحان وانت مذاكر كويس قوي، يعني انت بيقعد مع المحلل بيديله شوف كل لعيب بيشوط، بيجيب له اخر مثلا 15 بلانت شاطه مثلا او 10 بلانتات شاطه، ويعرف البادي لانجوس ده هو بيتحرك منين، هيروح فين، لو جاي من الناحيه ده هيشوطها فين، وبيحفظه. يعني مذاكر، ما تبقاش مذاكر كويس قوي واخد معاك برشام وتتمسك بالبرشام، فاهم قصدي؟ في ورقه صغيره كده الكلام ده بتاع، وكانت ممكن تجيب دي اللي ملفتة للنظر. ما اعرفش ايه اللي حصل والشو، لا ما اعرفش. بس طبعا اجمالي كله الكريدت كله طبعا بيروح للجهاز كله واللعيبه كلها، ما حدش اثر من الجهاز، ما حدش اثر من اللعيبه انك توصل النهائي. شيء طبيعي، هي حاجه بس انا كنت مبسوط جدا وفرحان جدا. انا اول مره كريم تعرف انا معاك بفتح قلبي، يعني اتفضل يا فندم. طبعا بعد ماتش الكاميرون حسيت بنبض في قلبي كده. يعني خبرتي انا مثلا مع ميجر ليج سكر مع جالاكسي خمسه فاينل كنا بنوصل قبل النهائي وما بنكسب ونروح الفاينل. كان يعني انا شفت احتفالات في الملعب، احتفالات في اوضه اللبس، احتفالات في الاتوبيس، احتفالات في الفندق. وقبليها بيوم الكاميرون لما سوري السنغال كسبت الماتش بوركينا الاوصال النهائي، ما كانش فيه بوركينا اي ماني، راح سلم على المدرب وقعد ودخل وما سمعتش حاجه عنهم خالص، قفلوا على نفسهم ما سمعتش حاجه. لقيت احنا مصر كنا خلاص البطوله خلص احنا كسبناها، فده كان ساين ما كنتش، فانا اللي حصل ما كنتش مستغرب له، كنت خايف منه، واللي خايف منه حصل ان احنا خسرناه بسبب يعني بلانتد شوت بتاع. بس برضو بنتعلم، ادي خبرات وبنتعلم منها، ولاعيبه صغيره عندنا بنتعلم منها. ما نحتفلش الا لما نكسب، لما نكسب والبطوله خلصت وخدناها نبقى نتجنن زي ما احنا عايزين نعمل. طيب قبليها كنت شايف، طيب كابتن فانا زكي، شايف ان يعني احب اقول لك عليه. عايز اسالك على حاجه، هي ذكرى مش عظيمه بس برضو ناخد النصيحه منها. انتوا كنتوا جهاز فني محترم جدا مع بوب برادلي، من افضل الاجهزه الفنيه يمكن اللي جت مصر، كنتوا عاملين نتائج رائعه جدا، وكان عندكم نفس نظام تصفيات كاس العالم، وكان عندكم يمكن نفس الحظ العاسر ان انتوا وقعتوا في القرعه بتاعه التصفيات النهائيه مع اقوى منتخب في القاره وقتها، المنتخب الغاني، وحصل اللي حصل وقتها عشان ما نرجعوش تاني للذاكره. احنا محتاجين ايه كنصايح في مواجهتين السنغال في المرحله النهائيه عشان حظنا مره اخرى وقعنا مع اقوى منتخب في القاره حاليا، نتعامل مع المباراتين دول ازاي بذكاء؟ اقول لك كريم، فاكر لما كنت معاك لما كنت في مصر في اول طبعا يناير، طبعا وانا قلت لك احنا دلوقتي الجهاز ده كويس جدا، انا بحترم كروش جدا والراجل كويس جدا، بس طريقه لعبه ان احنا هنلعب صعب يخش فينا جون وصعب نجيب جون، بدليل ان احنا لعبنا 7 ماتشات جبنا 4 تجوان دخل فينا جونين بس، فاهم قصدي؟ الفرقه بقى لو انت في مجموعه او الكلام ده ممكن ضربات جزاء، انما ماتشين السنغال انت دلوقتي مش قدامك الا لازم تكسب في ماتش السنغال، لازم الاستراتيجيه بتاع الفكر الطريقه اللي بتلعب واللي يعني احنا ما عملنا ايه. يعني انا بدي الاعلام كريدت والناس كريدت والسوشيال ميديا كريدت ان ده حطوا ضغط على الجهاز الفني او الكروش وكده، انه زي ما بتقول كان بنالف وبنعمل وعايز يبين حاجات، هو لما رجع كل واحد مكانه ولعب مكانه والروح اللي عندنا وصلنا النهائي. دي نفس دي الحته بقى الهجوميه، ان احنا لازم التوازن ما بين الدفاع والهجوم، مش يعني اللي بياخد مرموش عشان مرموش مثلا بيلعبه عشان بيعمل الحاجات، الاداء اللي لما بنفقد الكوره بيبقى اكتر منه انه ملتزم.
مصطفى محمد بيرجع على الاثنين السنتر باك العوشي. في حاجات بقى اللي هي الدفاعيه دي كويسه جدا وبيشتغل عليها كويس ومنظم جدا. قاعدين الحاجات الهجوميه خاصه في الماتش الاولاني محتاجين نكسب واحد او اثنين، محتاجين نكسب عشان نروح نحط الضغط عليهم هناك. فلازم الاستراتيجيه تتغير شويه، ممكن التوازن بقى ما بين الهجوم والدفاع، بس اللي عندك حته المنتاليتي انك انت الاتاك اكتر، انك تبقى هجوميه اكتر، لانك لازم تجيب جول، ولو جبت جول فيهم هيفتحوا. فانا شايف بس الاستراتيجيه بتاع الكروش تتغير شويه من الناحيه الهجوميه شويه، بس في الثلث الاخراني الهجومي وفي نص الملعب اللي هو الاتاك المنتاليتي زي ما بيقولوا. ده اللي انا شايفه اللي ممكن نكسبه، وان شاء الله بالروح بتاعتنا هنكسب باذن الله ان شاء الله. كابتن الكبير كابتن زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخبنا الاسبق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه كالعاده، اشكرك شكرا جزيلا.